السؤال الأول برواية البزي عن ابن كثير من قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. حسبك. شاهد: يجعلونه. نعم. وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا. طيب، السؤال الثاني: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قوله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
فإني نسيت الحوت وما أنسيت تدا على آثيرهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا حسبك شاهد رشدا نعم وفي وشد حقك وافتح الضم شلشلا في الكهف حسناه أحسنت السؤال الثالث اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على المفصول من قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب حسبك مسني الشيطان وفي اللام للتعريف 24 فإسكانها فاشل ثم قال وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كمله السؤال الأخير اقرأ برواية أبي الحارث عن الكسائي من قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب شيخنا بالله من فضلك أعيد السؤال برواية أبي الحارث عن الكسائي من قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سموم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا
لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. حسبك، قرأت قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفي ينزفون الزائف اكسر شذا وقل في الأخرى ثوى. أكمل بعده 10 أبيات تفضل. وفي ينزفون الزائف اكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فاكملا وماذا ترى بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعوا الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر والصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وأني وذو الثنيا وإني أجملا سورة صاد وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخللا وفي يوعدون دم حلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شوعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى سورة الزمر أمن خف حمي فشا مد سالما مع الكسر حق عبد اجمع شمر دلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا. حسبك، أعد قوله مع القصر مع إسكان كسر، أعد هذا البيت. مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا. حسبك، بارك الله فيك.